ايه بقى؟ هتعرفي تردي عليا؟ ارد على ايه يا هبله انتي؟ انتي بنت اتجننتي؟ اقسم بالله اللي انتي بتقوليه ده كفر. ماشي يا امنيه، اهدي بس كده وحاولي بس تردي على تساؤلاتي. تساؤلاتك يا خيين على ابو تساؤلاتك، وانا ارد على تساؤلاتك ليه من اصله؟ وانتي تساليني اسئله زي دي ليه اصلا من اساسه؟ بت انتي جالك تخلف عقلي. ايه يا امنيه؟ هو انتي عشان مش عارفه تردي عليا هتطولي لسانك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي؟ بصي لي كده ماما، بصي لي انا عايزه افهم. يعني انت عايزه توصلينا لايه؟ يعني مثلا يعني عايزه توصلينا ايه بكلامك ده؟ انت كده بقيتي في الهلاله. هلاله؟ ايه هلاله دي؟ هلاله دي يعني هبل، هطل، تخلف يعني. والله انا شايفه ان الهبل والتخلف العقلي هو ردودك عليا مش انا. والله وانت بتحلفي ليه بقى دلوقتي بربنا؟ عادي يعني، ما انا لسه مقتنعه ان في ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. اقسم بالله يا نادين لو سمعتك بتقولي الكلام ده تاني هنقفل الجزمه على دماغك. يا جماعه في ايه؟ مالكوا؟ صوتكوا عالي. ايه يا اخويا انت سايبني معاها لوحدنا ليه؟ انت سايبني مع ام لهب دي؟ انت اتجننت خالص. ما تحترمي نفسك بقى. لا بقى معلش احترمي نفسك انت، والله هنقفل الجزمه على دماغك. ما تقدريش على لا انا مجنونه. صوتوا بقى خلاص. نعملها ايه طب دلوقتي؟ يعني دي نعملها ايه؟ دي نقتلها ولا ايه؟ مثلا انا غلطت اللي طلعتك. اه غلطت جدا على فكره. انا مش فاهمه يعني انتوا ايه علاقتكم باي حاجه انا بقولها؟ وايه اللي مزعلكم باي حاجه انا بفكر فيها؟ بقول لكم انتوا الاثنين انا مش عايزه اي حد يتدخل في حياتي، واللي مش عاجبه كلامي وتفكيري يا ريت لو ما يتكلمش معايا احسن. كده خلص كلامي. وايه اللي حصل؟ انا هقول لك يا اخويا اللي حصل وانت اشهد علينا. انا بقولها ايه؟ جمعه مباركه. فردت عليها بغلاسه كده وقالت لي ايه جمعه مباركه دي؟ انا بقول لها كده عشان تخش تصلي لها ركعتين تقوم تصلي الظهر. لقيتها بتقول لي كده، فجاه لقيتها بتقول لي وانا اصلي ليه؟ وانا اصلي لمين؟ ما خلصتش. هي اتجننت ولا ايه؟ اقسم بالله انا في كابوس كابوس. انا مش عارف ايه اللي عامل فيها كده. قول لي احكي لي يا اخويا ايه اللي حصل ده؟ حصل معاها ازاي يعني؟ من النت، فيسبوك، تويتر، في ناس كتير بتفكر بنفس تفكير نادين، ونادين دماغها شغاله 24 ساعه زي ما انت عارفه. بس دي مش طفله، دي دكتوره. انا مش عارف اعمل لها ايه. لا ولا حاجه يا اخويا، زي ما انت قلت دي مش طفله. خلاص منها بقى لربنا، هنعمل لها ايه؟ هو بقى يوريها غضبه. حسبي الله ونعم الوكيل. حرقت دمي.